ما كاين اخوتي غير الكوميشي، ما كاين غير الصراخ والبكاء، ما كاين غير الطاقه السلبيه، وما كاين اخوتي غير الله يقرب لنا. واش سمعتوا داكشي اخوتي اللي سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ واش سمعتوا داكشي اللي سمعتوا دينا ديالي اخوتي ولا ما سمعتوش؟ كواليس صادمه، كواليس مسخه، داكشي اللي كنا كنقولوا صدق داكشي كثار منه اخوتي كاين في الكواليس. هاد السريعه والاجرام ديالها، الاجرام ديال المسخ اخوتي غتعرفوا في هذا الفيديو. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباتم الصحه والعافيه لانتم الناس زاد عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز والله يرحم لكم الوالدين. ومرحبا واحد القضيه، مرحبا بالمتابعين ديال الروباله ديال عويشه الروباله. والله الا شوفي جمعك هاد المبدا اللي غادا بيه دابا وهاد الدفاع كيفاش كتهاجمي اسره المشوهه، والله الا عاد بنتي بان فيك شويه الضوء الروباله. اما راك كنتي غادا فواحد الضلال وكنتي كتبان لنا واحد المعزه عواقه واحد المجرفطه، الحمد لله ملي صحى الضمير ديالك. والله القسم الى وتحيه للمتابعين اللي كيجيو عندنا، مرحبا بالمتابعين ديال الروباله والشحيبرات ديالنا، راه كيتفرجوا فيك، راه كنلقاك مولات شحيبر كدير التعاليق. عرفت المتابعين ديالي حافظهم، التعاليق ديالكم كنعرفهم، كثر التعاليق اللي كديروا حفظ التعاليق ديالكم. كنمشي بعض المرات كنكون معلق في الصاعد الروباله وكيبان لي المتابعين ديالي. لا خاصة ملي كتكون تعطي السريع على الراس كيبان لي المتابعين ديالي تما كيكتبوا التعاليق كنفرح كنقول ها مشيت كنلقاهم الحمد لله. ايوا هكا الروباله كملي بحال هكا راك عاجبانا ورساله غنبلغها لك ديال الناموسة وديال حمو. قال لك كملي بحال هكا وملا ما غنخافوش عليك صافي، ما غاتجيش الحبيب بيس. كنا نقول لك ما تدخليش المغرب، دابا عاد دخلي المغرب دابا صافي، ما غدير لك لا شكايه لا والو. صراحه صنطيم اخوتي كلام خطير تقال على البقا، كلام اليوم ما غيكذبوش، اكيد ما غيكذبوش عليها. لان وصلت شي حوايج كانت كديرهم السريعه راه الخيال العلمي. قال لك اخوتي عندهم اوديو، اول حاجه قال لك عندهم اوديو ديال السريعه كتقول فيه انا اللي قلت لفاطمه الزهراء على انها تصور يسرى تحريض، تصور يسرى في الحسيمه وعلى ان كاين الخيانه الزوجيه وعلى انها تيتا السيده مزوجه واللي فيه شدوده فيه شدوده. وتصوروا هي اللي وصلت الاخبار ديال على ان العاقه مارسات 5 السوايع قبل من الخبره، وملي سولاتها قالت لها حق راه العاده السريه. المهم شي حوايج وشي كواليس انا بقيت غير كنشوف، انا بقيت غير كنتفرج من بعيد قاضي اتجاه البشر وكيفاش كانت كتحرض البنات وداكشي اللي كنا كنقولوا الحمد لله. داكشي اخوتي كامل اللي قلناه صدق فيها فعلا. وعاد خليه والحوالات الماليه والروسيات اللي بداو كيتوصلوا بهم القنوات اللي معانا، تحيه للقنوات اللي معانا اللي بدا قنوات مصداقيه شحيبرات الحرات اللي بداو كيتوصلوا بالروسيات والتوصيل ديال الحوالات الماليه اللي كانوا كيجيو للسريعه والمبالغ الماليه اللي كنا كنقول لكم اخوتي هاد السيده راه كيدعموها ناس ما عرفناش حنا شنو المرجعيات ديالهم. هاد الناس علاش كيفكروا علاش كيدعموا هاد السيده؟ شي وحدين صحى الضمير ديالهم، شي وحدين كانوا بحسن نيه، كانت تم مقلوب عليهم مساكن القفه ولا ما عاد كانوا متيقينها. من بعد قالنا شوفوا راه حنا كنعتذروا منكم، فعلا حنا تقولبنا تنصب علينا، ديروا بها شكايه، ديروا بها شكايه، اتحدوا كاملين داك التواصل وداك الشيء وديروا بها شكايه. وحق الله العظيم خويا حنا نتفرجوا، ديروا بها شكايه وحنا نخلصوا لكم الاستاذ الروقاني، تخدم معكم الاستاذ الروقاني ماشي مشكل. خليوها تربى، ملي كنقول لكم السويسرا جايه في الطريق هي جايه في الطريق. والحمد لله تحيه لبعض القنوات اللي بداو كيعترفوا كيقول لك سعاد مظلومه، سعاد تقهرات هاد السيده، سعاد تهانت، سعاد هادي فعلا سعاد مقهوره، سعاد ام مظلومه. تعديتوا على خاصكم حاجه دابا ولا خاصك الروباله واحد القضيه ديريها، خاصك تعتذري من سعاد، خاصك ضروري الاعتذار ديالك من سعاد. ديك السيده ظلمتيها، ديك السيده تعديتي عليها، والله سعاد واقسم لكم بالله سعاد ما كتمثل عليهم اخوتي، ما كتمثلش ما كتعرفش تمثل مسكينه. سعاد عمل ديال الشنعه، سعاد النيه ديالها وداك الهجوم اللي كيهجموا عليها وداك الشيء اللي كانوا كيديروا لها الله يسر مرضوها. دابا شتوما دقتو شويه من المراره اللي دات منها سعاد، مازال شتو من هذيكم السريعه عشويه دات لكم السريعه. شو الانتفاضه اللي درتو وكعرفتوا على حقيقتها، وحس بالك سعاد كانت خدامه لها بناتها وكتعري لها بناتها مسكينه، واعترفت واعترافات ليا خطيره الصراحه. عجبني الحال، عجبني شي ديك مرت مسنة، هذيك مسنة ما كتبردش هي قلبانه، لا 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 كتبقى العناوين الروباله اللي كتبرد القلب، الروباله اللي كتبرد القلب. عويشتي وما كاين ما احسن من عويشتي. والله الضروري سعاد تنقول لك الزباله، انا دابا كنقول لك الروباله.
عطاتني الكلام مونيت اخوتي وكبرت بيا الروباله، قالت عاد اللايف بلوكاوني، قالت لي ما تبلوكيوش ياسين ما تبلوكيوش، كانوا معايا المتابعين ديالي تما، وخديت اخوتي الكلام مونيت وكبرت بيا. دابا نطلع عند المنصه تما نشرشم، عاتو غندير واحد القضيه، غادي نطلع المنصه عند الروباله ونشرشم سريعه من تما هي والعاقه. ولكن نشكر سعاد ونشكر المهمات ديالي، تقول تحيه لواد حايبر. وشوفي باش عرفوا ولاد الحرام ما فيهمش الخير اخوتي، والله ما فيهم الخير، الفلوس صحيحه شادن والزبالة لا الروبالة عفوا الروبالة بيد عاطيه ملين صحاح، حتى هي ملين صحاح، ما كنتو كتبارطاجيو كنتو كتعايرو، كنا كنهضروا الحمد لله يا ربي. الله اخوتي شوف ربي كبير، خلينا حتى شنو الانصرافات ديالهم. كيفاش انت غتقولي لبنت واحد البنت قاصر صوري اختك وانت عارفه ان داكشي غيدير مشكل ليسرى، ويسرى مزوجه وقلتي لها صوريها مع شي واحد، الله اعلم اخوتي بالحسيمه قال لك مع شي واحد مع شي واحد، وقالت لي محقره وقالت واحد الكلمه، قالت على الزوج ديال زهير على زوج ديال اسرى انه سيد نسوانجي، سيد اخوتي رومانسي اكثر من بوكريشه، زائد على العاقه، انا العاقه مكبوته، حنا هادشي كنا كنقولوه يعني السريعه فاضحه ممكن تسجيلات ديال عصبرو. قلت لكم شجعوا الروباله، كلشي غيتحط من القدام اخوتي، نتوما غلطتو ماشي ما غلطتوش، ولكن الا بغيتو تبرؤوا الذمه ديالكم صراحه، اللي عارف شي حاجه ولا عنده شي دليل على هاد السريعه على هاد المجرمه يدي القضاء. بحال دابا نتوما كتهضروا في منصه كتقولوا عندنا اوديوات وعندنا مكالمات ديال السريعه انك كتحرض البنات على انها قالت وقالت شي القضيه ديال انها قالت البنت صوري، راه مشكله قالت لها صوري اختك، اعتراف خطير. عرفتوا الاوديو لو وصل للقضاء ديال ان السريعه كتحرض البنت سيرتو في التجاره في البشر، يعني حتى ودي السريعه هابطه هابطه. وكذلك الاتحاد المحسنات ودارو بك شكايه، راه سمعت انهم غيديروا بك شكايه، انا نبشرك راه غيديروا بك شكايه بكلشي، داكشي بالتواصل بالروسيه بكلشي، غير كنتسناو نجمعوا التواصل بزاف. كاين اخوتي الناس في المغرب وكيصيفطوا ليها، وشوفوا دابا شنو ديال اوروبا نقدر نتقبلها منهم، نقول كيصيفطوا من اوروبا هذه ما هذه ريافه حقا كيبغيو يدعموا بعضياتهم، ولكن الناس من المغرب كيصيفطوا لك او والناس عارفه انك انت كتشدي فلوس صحيحه، كيفاش كيصيفطوا لك هاد الناس؟ هاد السيدة خوتي راه مازال غتشوفوا الخيخ ديالها ومازال غتشوفوا العجب ديالها، باش تعرفوا حنا كنتحاربوا مع واحد المجرمه اللي خطيره وخطيره بزاف. والله القسم تصوروا دابا كنقول انا كون ما كناش حنا القنوات المنتقده كنت سعاد مسكينه كلاتها هاد البقه، هاد البقه هاد الفازلاينو شغل الروبالة فازلاينو، هاد فازلاينو هادي اخوتي الاجرام اللي دايره تصوروا، قالت لي عاوتاني كذبات عليهم، قالت لي غدا نساهم مع ديك ابتسام على الام ديالها، ما عطات حتى شي، طلعت على فيديو خرجت هي كتسعات انا مريضه ما عنديش فلوس الدواء حتى انا اهلي، ضربت الفليسات اخوتي وقالت لهم هنا دازو والله فلوسي لا الشوم، باش عرفوا هاد الخبيثه هاد المجرمه راه ما كدوز حتى شي واحد، حتى شي واحد ما خلاته، وعاد خليت تحراش ونايضه اخوتي في الكواليس، والله الا نايضه في الكواليس ما بينها وبين العاقه على هادشي اللي كيتفضح دابا. راه صافي كيبان لكم ديك الساعه ديال حبيبتي وماما ماما البعديله مامي السريعه، راه مقرب لاخوتي بيناتهم، راه كاين غير الصراخ والبكاء والكميشي والطاقه السلبيه، والله الا قاليكم من عندي انا من عندي انا، الله يفضحكم الله يفضحكم، خلينا غنتفرجوا في هاد الفضيح ديالكم وهاد المنكر ديالكم اللي كيخرجوا كيتبارطاجا، عيتوا ما تخبيو. كنقول لكم ديما اخوتي الا كانت شي حاجه ربي غادي يفضحها، وداكشي اللي كاين اخوتي كيتفضحوا كيتفضحوا. اليوم راه ما حتىش نازل الميكرو، خليت تي الى بدا واحد شويه اخوتي ونزع الميكرو. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج، تحياتي لكم.